رب تكونوا بخير. والله انا لقيت فرصة ان احنا الايام دي بنحتفل بمواليد برج السرطان، فحبيت اني احكي معاكم واقول لكم عن مميزات وعيوب برج السرطان. برج السرطان يا جماعة ده من اطيب الابراج اللي ممكن تتعاملوا معاها. برج السرطان متصنف نمبر 1 في التوب 3 في الطيبة، سرطان حوت دلو ثلاثة ورا بعض. السرطان هو التوب، يعني مفيش بعد كده، يعني طيبة يعني مطلقة. عنده طيبة وكرم واحتواء وكاريزما وجمال. برج السرطان من الأبراج الذكية جدا جدا جدا. بصوا عدوا من هنا للسنة الجاية، برج السرطان ممكن يفهم انت عايز تقول ايه من غير ما تتكلم. برج السرطان ممكن يسألك سؤال، يسأل سؤال وانت شايف ان ده سؤال عادي، عادي جدا، يعني هو بيسألني سؤال عادي. لا، هو بالنسبة له مش عادي، هو بالنسبة له عايز يعرف منك حاجات كتير قوي. من السؤال البسيط قوي اللي انت شايفه ان هو حاجة تافهة كده، لا، ده هو في دماغه مليون حاجة. برج السرطان ده دماغه دي عاملة زي الرادار 24 ساعة، ما بتهداش وما بتسكتش وما بتونش. السرطان قيمة في الطيبة وفي الكرم وفي العطاء وفي الذكاء. بصوا كل حاجة عنده يعني في الطب، بس تعالى بقى اضحك عليه او تعالى زعله او تعالى قول له حاجة يعني مش الحقيقة مليون في المية. انت مش بتكذب، بس انت بس ايه يعني بتجمل الموضوع. بص يعني هتبقى انت كده جبت لنفسك، فتحت على نفسك يعني طاقة جهنم. السرطان عصبي 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 من هنا للسنة الجاية. عصبي لان هو بيبقى بيدي بيدي بيدي، واول ما بيقلب استحالة تقول ان ده اللي كنت اعرفه، حد تاني خالص. السرطان لو انت كذبت عليه يبقى انت كده جبت النهاية معاه خلاص. لو انت لوعت او تجاهلته دي بالنسبة له حاجة مميتة. السرطان اكتر حاجة بيكرهها في حياته ان حد يخدعه او ان حد يضحك عليه او ان حد يغشه. السرطان واضح وهو بيحتوي اللي حواليه جدا، وبرج ذكي جدا جدا. زي ما قلت لكم يا جماعة ما تستهونوش بذكائه ابدا، وما تحاولوش تضحكوا عليه. وعنده مشكلة تانية كمان ان هو ما بينساش ابدا. انت اذيته مش هيسيب حقه، انسى. لو عد 10 سنين هو فاكر ان انت اذيته في اليوم الفلاني الساعة الفلانية الوقت الفلاني وقلت له الكلمة الفلانية، فدي كانت بالنسبة له حاجة جامدة جدا. هو ما بينساش خالص، بيفتكر كل حاجة. خدوا بالكوا من برج السرطان. مشكلة برج السرطان بقى ايه؟ ان هو يعني دراماتيكي شوية، يعني عنده مشكلة بيعيشها بحذافيرها، عنده أزمة بيحس ان هي أزمة الكون كله، عكس الابراج التانية مثلا زي العقرب والجوزاء والدلو. مثلا لما يحصل عندهم مشكلة عادي، يعني ايه المشكلة حصلت يعني خلاص حبة وهتعدي. لا، السرطان مش كده. السرطان لازم يعيش ويعيشك مع المود. وانت بقى لو انت مبسوط، انت ازاي احنا في المصيبة دي وانت كده بتضحك وعادي وسعيد طب معلش ما هتعدي ان شاء الله. لا، مفيش حاجة اسمها هتعدي. السرطان بقى يحط نفسه جوه المشكلة ويتقوقع، ولازم اللي حواليه كلهم يبقوا زيه يشاركوه نفس المأساة. السرطان من الناس اللي هي لو زعلت او جالها اكتئاب او حاجة بتقفل على نفسها قوي. يعني هو مكتئب خلاص بيقفل على نفسه، مش عايز يكلم حد ومش عايز يحكي مع حد ومش عايز مش عايز حد ومحدش يكلمه. وربنا ما يوريك بقى السرطان لما يتعصب، يعني تقول استحالة ده اللي انا كنت اعرفه، ده مش هو، مين ده؟ السرطان على قد ما هو بيدي، بس يوم لما بيقلب قلبته وحشة جدا يا جماعة، قلبته وحشة قوي. كريم وطيب وحنين،
يعني كفايه ان انا اقول لكم متصنف البرج الاول في الطيبه، يعني مفيش اطيب من كده. والسرطان كريم جدا، اللي بيقولوا ان سرطان بخيل، لا، برج السرطان كريم جدا. غير كده ان هم عندهم كاريزما وناجحين جدا في عملهم. السرطان اديله اي مسؤوليه او اديله ست او راجل، اديله اي حاجه هيقوم بيها على اكمل وجه، وهيتفنن ان هي تنجح، وهيتفنن ان هو يديك اعلى شغل واعلى حاجه واحسن حاجه بامكانيات قليله جدا. برج السرطان من الناس اللي هي بتعرف تجمل كل حاجه بموارد بسيطه جدا، ناجحين في عملهم جدا جدا، اذكياء، كرمه. مشكلتهم الوحيده ان هم دراماتيكي زي ما قلت لكم. تاني حاجه عصبيين 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 جدا، بيحبوا يعيشوا المشاكل شويه، بس برضو صفاتهم الجميله بتغطي على العيوب دي. فاحنا طالما هنتعامل معاه يبقى احنا عارفين العيوب البسيطه دي، فاحنا هنتلاشاها، هناخد منه الطيبه والكرم والاحتواء والكاريزما والمجهود، هناخد منه كل الحاجات الحلوه، ومش هنكذب عليه ومش هنخدعه ومش هنضحك عليه، هتاخده احسن حد ممكن تتعاملوا معاه. ستات السرطان فعلا فعلا امارات، عصبيه بس بتنزل على مفيش خالص. كذلك الرجاله عصبي 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 بس بينزل على مفيش، لكن ما بينساش. يعني هو ممكن يصالحك دلوقتي وخلاص الموضوع انتهى، بس انت لو جيت حصل حاجة بعد كده هيجيب لك القديم والجديد. طب لا تعالى، وانت فاكر المرة اللي فاتت انت عملت ايه، والمرة دي عملت ايه، والمرة اللي قبلها عملت ايه، فانت كده كل ده مع بعض، لا ده كده كتير. فهتلاقي ان دايما برج السرطان هي دي المشكلة. ابعدوا يا جماعة عن المشكلة دي واتعاملوا مع الحلو اللي جواه. برج السرطان من اجمل الابراج اللي ممكن تتعاملوا معاها، واحنا في عيد ميلادهم بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب اعيادكم اعياد ميلاد سعيده عليكم، ويا رب السنه دي تبقى سنه جميله عليكم واحلى من السنه اللي فاتت. وبرج السرطان برج مائي في منتهى الجمال وفي منتهى الطيبه، كل سنه وانتم طيبين، يا اجمل برج واحن برج على الاطلاق. ان شاء الله السنه دي تبقى سنه حلوه عليكم، وهابي بيرثداي.